أميرا بحرية يا بلادي أنا وستبقين أنت الأميرة وأحلام كل الشعوب ستبقى وفرصتها لن تكون الأخيرة وأصواتنا الحرة اليوم شعر سنطلقه من قناة الجزيرة. شعار الحرية مسابقة تحت مظلة الاحتفالية بمرور 15 عام على تأسيس قناة الجزيرة، تقريبا فعالية من ضمن فعاليات أخرى. نحن نريد من يخاطب الشارع بمشاعر الشارع، نخاطب الأمة بمشاعر الأمة، نبحث عن الصدق، نبحث عن أبو القاسم الشابي، نبحث عن أشباه، نبحث عن الشعر الذي به تحررت الأمم أو تحررت به عقول أبناء الأمة العربية. لماذا شعر الحرية ولماذا كان الشعر حاضنا في هذه الأمسية والجزيرة قد لا يكون لها علاقة في هذا الجانب على اعتبارها خدمة إخبارية؟ الثورات العربية وما كان يحصل في ميادين التحرير والتجمعات التي كانت تحصل كان الشعر حاضرا من خلال ما يلقيه هؤلاء المتظاهرون شعرا، سواء الإيقاع الموسيقي للجمل التي تستخدم في العبارات وتستخدم في الشعارات التي تردد وهتافات الجماهير، الأبيات التي كانت تقال، التجمعات يحصل أن يكون هناك تجمع كبير من حول أحد الشعراء، وبالتالي كان الشعر حاضرا في هذه الفعالية. الشعر عامل مهم ووقود إن صحت الكلمة وقود مهم في هذه الثورات، وهو حالة من حالات الوعي التي اعتمدت عليها وتعتمد عليها الأمة، ما نعرفه حتى عن أمتنا في علاقتها بالأدب عموما والشعر تحديدا. إذن هذه المسابقة أراها، أو هذا العمل الريادي الذي تقوم به قناة الجزيرة أراه في صلب حركة الأمة. الشاعر الذي هو لسان حال وجدان أمته، ضمير أمته، خفايا أمته، لا يمكن أن يكون عبداً لسلطان أو لمال أو لجاه أو لسلطة. مثل هذه المسابقات أنها بعد كل هذه الشهور من الثورات العربية تقدر فعلا تكشف لنا عن خبايا التعبير الشعري على مستوى الوطن العربي في هذه المرحلة، عن نصوص توفر لها الوقت وتوفر لها الزمن عشان تقدر تعبر عن فكر الحرية وعن عمق هذه الثورات العربية، عمق إحساسنا بالمرحلة وتطلع شعوبنا العربية إنها تشارك العالم هذا الإنجاز الحضاري المسمى بالحرية.